بمسالك الجولف الملكي دار السلام برباط انطلقت منافسة الدورة 45 لجائزة الحسن الثاني لريادة الجولف والدورة 24 لكأس صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم التي تنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتتواصل إلى غاية الأحد المقبل. جائزة الحسنة الثانية البالغ مجموع جوائزها المالية 1,500,000 أورو تتميز بمشاركة ألمع نجوم اللعبة المصنفين ضمن نادي المئة الأوائل وعددهم 156 لاعبا محترفا من مختلف بلدان القارات الخمسة. الجائزة باتت منذ سنة 2010 موعدا لا محيد عنه في برنامج الدوري الأوروبي لمحترفي الجولف. دورة هذه السنة تشهد مشاركة كل من إسبانيا وإنجلترا وبلاد الغال وأيرلندا الشمالية والسويد وجمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والشيلي وألمانيا والدنمارك وأستراليا واسكتلندا وإيطاليا والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وفنلندا والهند بالإضافة إلى المغرب الذي سيكون ممثلا بثلاثة محترفين هم أحمد مرجان وياسين التهامي وأيوب الكيراتي فضلا عن مها الحديوي في فئة السيدات التي سبق لها احتلال المركز 14 في بطولة فاطمة بن مبارك المفتوحة للسيدات سنة 2016 والتي تدخل ضمن الدوري الأوروبية. بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين تجتذب جائزة الحسن الثاني كل سنة عددا من اللاعبين الجدد الذين أثبتوا جدارتهم على المسالك الأوروبية. أما جائزة كأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم التي ستقام على المسالك الزرقاء والتي أحدثت سنة 1993 وتابعت كل لحظاتها أزيد من 340 مليون أسرة عبر العالم فستجمع 126 لاعبة من بينهن حاملة اللقب كلارا سبيلكوفا التي تعتبر أول لاعبة تشيكية تفوز بالدوري الأوروبي للسيدات بعد أن تفوقت بضربة واحدة على سوزان بيترسن التي كانت المرشحة الأولى للفوز باللقب. تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يستقبل في المدينة ذاتها وفي نفس الوقت منافسة خاصة بالذكور وأخرى خاصة بالإناث تندرجان في إطار الدوري الأوروبي.